السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش نصايب واحد البيتزا سهله. غادي نحتاجو في المقادير كيلو ديال الفرص رطب، غادي نحتاجو الحليب باش نعجنوها، ونحتاجو شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، وشويه ديال الخميره، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال الزيت. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي ناخذ الطحين، غادي نديرو فيه السنيده ديالنا، غادي ناخذ شويه ديال الملحه، كتبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. غادي ناخذ ان شاء الله الخميره ديالنا، الزيت ان شاء الله غادي نخليوها حتى الاخر. غادي نبدا نجمع الخليط ديالي بالحليب على هذا الشكل. بالنسبه اللي ما عندوش الحليب ممكن يعوض الحليب يدير نيدو. نبقى نزيد في الحليب ديالي حتى تجمع ليا الخليط بهذا الشكل. بالنسبه لما كفانيش الماء الا ما كفانيش الحليب ممكن نزيد الماء حتى كيتجمع لنا الخليط. نبقاو نجمعوا في العجينه ديالنا حتى كتعطينا عجينه على هذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا معنا. ومن بعد كنشدوا الاناء ديالنا كندهنوه بشويه ديال الزيت ديال الطياب، كندهنوه شويه بالزيت وكنديروا فيه العجينه ديالنا وكنخليوها ترتاح على ما نوجدوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه ديالنا انا اختاريت غادي ندير فلفله صفراء صغيره مقطعه، فلفله حمراء، ثلاثه ديال الفلفلات خضر، وغادي نحتاج شويه الزيتون، بصله، ثلاثه ديال البصلات صغار، 250 غرام ديال الكفته، وكيبقى الفرماج حمر على حسب الاختيار. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ شويه ديال زيت العود، وغادي نخوي البصله ديالي اللي حنا مقطعينها من قبل، غادي نخليها تشحر شويه على نار مهيله. نبدا نحرك في البصله ديالي على هذا الشكل هذا حتى كتحمر ليا. ملي كتبدا تبان ليا البصله ديالي شويه باش كتحمر شويه باش كتقلى، غادي نزيد عليها الكفته بطبيعة الحال. غنبقى ديما كنحرك. وبالنسبه باش نربح شويه ديال الوقت غادي نشد مقله وحده اخرى، وغادي نخلط فيها نتحرك فيها الفلفلات بثلاثه. من بعد ما كتحمر البصله ديالنا مع الكفته بهذه الطريقه هذه، كناخذوا شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، وكنخلطوا الخليط ديالنا مزيان. ومن بعد كنحاول عليها لان كتكون الكفته ديالنا والبصله تحروا مزيان. من بعد ملي كتحل لنا الفلفله ديالنا كنزيدوا عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر. كنحركوا بطبيعة الحال، كنحاولوا على كيف ما كتشوفوا معنا هكذا هي تشحرات. من بعد ما كنشحروا الفلفلة ديالنا وكنشحروا البصلة والكفتة، كناخدو العجينة ديالنا اللي خليناها اللي وجدناها وخليناها ترتاح. من بعد كناخدو العجينة ديالنا كنرشو الأرض بشوية ديال الطحين، وكنشكلوها على الشكل اللي بغينا حنايا. بالنسبه للعجينه ديالنا ملي كنسرحوها ما كنخليوهاش رقيقه بزاف وماشي غلاظه بزاف كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد ما كنشكلوا العجين ديالنا على الشكل اللي بغينا، كناخذوا فرشات وكنتكيو عليها بهذه الطريقه هذه حتى كنتقبوا العجينه كامله. ومن بعد كنبقاو مستمرين في نفس العمليه حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. من بعد ما كنتقبوا العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، غادي ندخلها للفران نطيبها مستطيبه، ومن بعد نخرج. من بعد ما كنخشي العجينه ديالي ديال البيتزا طيب في الفران مستطيبه، من بعد ما درت لاباط ديالي طيب في الفران مستطيبه، مشيت نوجد لاصوص ديالي اللي غادي نستعمل فيها 4 ديال المطيشات مويين مقطعين منقيين ومحيده لهم الزريعه، وغادي ندير معاهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر. من بعد ما لاباط ديالي طابت مستطيبه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، غادي ناخذ لاصوص، غادي نخوي فوق منها لاصوص ديالي اللي انا مخليها خضره، يعني فيها مطيشه منقيه ومحيده للزريعه وطحنها. غادي ندير فوق منها الفلفله ديالي اللي شحاتها من قبل،
وغادي ندير فيها الكفته والبصله اللي شحت. كيف ما كتشوفوا معايا انا سرحت لاصوص ديالي فوق لاباط بيتزا ديالي، دابا غندير فوق منها الكفته والبصله، غادي ندير فوق منها الفلفله، ومن بعد هذا كنخليه حتى الاخر، يعني حتى كنولي نردها طيب ملي كتقرب نخرجها كندير فوق منها ديك ساعه الفرماج حمر. من بعد ما ساليت الحشوه ديالي غادي نزيد شويه ديال الزيتون الخضر وغادي ندخلها طيب في الفرن. من بعد ما البيتزا ديالنا كطيب على هذا الشكل هذا كنلوحو فوق منها الفرماج وكنوليو ندخلوها الفرن. ما كنلوحو عليها الفرماج بحال هذا الشكل هكذا كندخلوها الفران لتحت هكا تمشي شويه العافيه كنوليو نخرجوها. من بعد ما الفرماج ديالنا الحمر كيذوب على هذا الشكل هذا صافي كنخرجوها من الفران وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم، الى عجبكم هذا الفيديو ديروا ليه لايك وديروا ابوني لاشين يوتيوب ديال شيف مريم باش يوصلكم الجديد.